اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين همي، والنهارده ان شاء الله احنا هنعمل مع بعض حاجات تانية مختلفه بنعملها في الفود بروسيسور عشان نعرف استعمالات مختلفه له. النهارده هنعمل ثلاث انواع من الباتيه. عندنا اول باتيه هيكون باتيه كبد فراخ، تاني واحد هيكون مشروم وعدس، وثالث واحد هيكون رنجه. نقول مقاديرهم مع بعض. بالنسبة لباتي كبدة الفراخ، عندنا زيت زيتون من 2 إلى 3 أنشوجة فيليه، 2 معلقة كبيرة كيبرز، 2 فص توم، 250 جرام كبدة تكون مغسولة، و250 جرام مرق الدجاج، وملح حسب الحاجة. بالنسبة لباتي المشروم والعدس، عندنا 200 جرام مشروم بني. احنا اوريدي عملناه سوتيه، مجرد بس بشوية زيت على النار علشان يستوي. وعندنا هنا كمان نص كوب عدس هيكون مسلوق، مش عايزين نسلقه لدرجة جامدة قوي بحيث ان هو يتهرى، احنا عايزينه يعني يبقى ماسك نفسه عشان لما نعمله بيوريه في الفود بروسيسور ما يتحولش الى يعني يبقى فيه شارب مية كتير، وبالتالي هيبقى البيوري بتاعنا الملمس بتاعه مش حلو. بعد كده عندنا نص كوب كرات شرايح، ربع كوب مرقة لحمة، نص معلقة صغيرة زعتر، 2 فص ثوم، 1 معلقة كبيرة زيت زيتون. وبالنسبة لباتيه الرنجة، عندنا 2 فيليه رنجة مدخنة بتكون منزوعة الجلد والشوك طبعا، نص كوب بصل أخضر، 3 أرباع كوب مايونيز، نص 1 معلقة صغيرة عصير ليمون، 2 فص ثوم مفروم، 2 معلقة كبيرة بقدونس، و1 معلقة صغيرة فلفل أبيض. نبتدي بالكبدة. أحط الزيت على النار، ومع الزيت هحط الكيبرز، الأنشوجة، والثوم. وهسيبهم على النار لحد الأنشوجة ما تبتدي تتهرق عشان تنزل كل طعمها في الزيت. وبعدين هحط الكبد. هنقلب الكبدة لحد ما تاخد لون حلو. كبدة الفراخ عموما مش بتاخد وقت في السوا خالص. اوكي، دلوقتي اتحمرت من كل الجوانب، هنحط لها مرقة الفراخ وهنسيبها على النار تتشرب المرقة وتكمل سوا. ما نحطش المرقة كلها برضو علشان نتحكم في الملمس، لو احتاجنا زيادة ممكن نحطه احنا بنضربها في الفود بروسيسور. هسيبها على النار لحد ما تتشرب شوية المرقة بتاعتها، ممكن نبتدي نعمل مع بعض واحد تاني من الدبس اللي عندنا او الباتيهات اللي عندنا. نعمل باتي المشروم والعدس. احطه المشروم، وزي ما قلنا المشرومز عملناها سوتيه. هنحط العدس،
الزعتر، المرقة، فص ثوم، زيت، وممكن احتاج زيت تاني، واحط اغلب البصل بس اخليه شوية للتزيين، واجي هنا ابتدي اضرب اضربهم مع بعض، وهشوف لو احتجت زيت زيتون تاني ممكن ابقى ازود. الباتيه بتاعنا جاهز، نحطه في الطبق، وده بسيط خالص ومش مكلف، وفي نفس الوقت ان شاء الله طعمه يعجبكم. ونحط بصل اخضر للتزيين، وكده نكون خلصنا اول وصفة من الباتيهات. نطلع فاصل، تكون الكبدة اتشربت المرقة، ونرجع نكمل مع بعض باتي الكبدة وباتي الرنجة. اهلا وسهلا بكم، رجعنا بعد الفاصل. كده الكبدة خلاص اتشربت كتير من المرقة بتاعتها، هناخدها نحطها في الفود بروسيسور، وهنشوف لو هنحتاج بقية المرقة نظبط الملمس ولا هتبقى كويسة. نبتدي نضربها. كده الباتيه جاهز، طبعا هي لسه سخنه قوي زي ما احنا شايفين بتطلع دخان، فهتبان ان هي قطره شويه، ولكن هي لما درجه الحراره بتاعتها تنزل هتمسك نفسها اكتر. نحطها في طبق تقديم. ونسويها، ونحط عليها شوية زيت فوق الوش. شوية بصل أخضر للتزيين. فاضل لنا آخر نوع من الباتيهات، هنعمل باتي الرنجة. هنحط الرنجة الأول،
ونضربها علشان تتفرم شوية لوحدها الأول، وبعد كده هنضيف بقية المقادير ونخلطهم كلهم مع بعض. أوكي. هنحط البصل الأخضر، البقدونس، ثوم، فلفل أبيض وليمون، وآخر حاجة المايونيز. ودلوقتي نخلطهم كلهم مع بعض. كده عندنا باتي الرنجة جاهز. ونزينه بشوية بصل أخضر، وبكده نكون خلصنا 3 أنواع باتي عملناهم مع بعض النهاردة. باتي المشرومز والعدس، باتي كبدة الفراخ، وباتي الرنجة. يا رب الوصفات تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله. Thank you.